طب اوكي بس هيدا لشو؟ نحن مش مع حدا. هيدا لشو؟ لا يعني كباية يعني ما استثمار يعني نحن مين عم بيعمل للدولة؟ انا في عندي حالة. مركزك مفتوح مثل لكل المواطنين. سوري شوي مش بدك مركزك مفتوح اذا سوري شوي يا استثمار بدك عجقة بدك هيدا عمول التصوير برات المدرسة. نحن مش مع استاذ مارك طالعين. انت سألتيني مع مين طالع؟ نحن مش طالعين مع استاذ مارك. طب سوري طب كيف سمح لك جارك تفوتي على المدرسة؟ لأن عندي تصريح. أنا صحفية عندي تصريح من أي حق اللي بتمنعيني تفوتي؟ عندي تصريح بوزارة الداخلية. ليه بدي ليه ما بدي فوت؟ شو السبب اللي ما بده يخليني بدي هيدا تصريح. وزارة الداخلية عطيتكم تصوير ممنوع الانترفيو للساعة 7 بعد 7 بدكم اعملوا برا برات المركز الانتخابي. انا عم بقول لكم اذا مش سامع انا نحن عنا تعميم من وزاره الداخليه ما بعرف شو بدنا. انا لا عم بطلع لا عم رشح ولا عم بعمل دعايه لحدا ولا اساسا بعدني حكيت مع حدا.